مهمد. مرحبا بك، انت عندنا في طنجه تطوان الحسيمه. السلام عليكم اخويا عمر، ساعة مبروكة على الحباب، ساعة مبروكة على الجميع، ساعة مبروكة على خوتنا الحباب اللي كيسالوا علينا من كل بلاد. واسي عمر، نهار جديد هذا بدريس، نهار زين ونهار عامر الشتا وفي الخير، طلبوا الله تعالى الهلا خطينا وخطيكم الخير الدنيا والاخره. امين ابو احنا سي عمر ان شاء الله راه الاخصائيه ديال الشمال ودعوا لي مع الركاب السلامه، الله يسهل على الجميع وتحيه المغاربه. تبارك الله على با محمد. الله يبارك فيك اولدي، الله يشد فيك اولدي. احنا راه عندكم في البلاد دابا با محمد. مرحبا بك، انت عندنا في طنجه تطوان الحسيمه. مرحبا سيدي، مرحبا. اخدم طنجه تطوان طنجه العريش. وتبارك الله الشيوه هي اليوم ان شاء الله غيركبوا في الشتاء. ايوا ضروري، شكون ما عندنا ما نديرو. ايوا. هذا الملعب راه مزيان، الرمل ماشي تيرس. ياك واخا تكون الغيس. واخا لا ما كاينش الغيس عندنا حنايا، عندنا الرمل. وخا يطيح لي طاح الحمد لله ما كاين لا زلالاق لا والو، ماشي بحال جهه عندنا حنايا. لا لا الغيس اللي يزلق العوده شحال من لا الرمل عاد تيرقد. اه نعم عاد كيزقى. عاد كيزقى. وهذا الناس اللي ما كيعرفوش هذا، هذا هو با محمد ولد الزهر. ها الكاميو ديالو هذا هو اللي كيدي لنا الخيل لطنجه وفين ما كان كنعطيه العود كيتكلف فيهم. اييه. هذا العود ديال المقدم تبارك الله هذا. مقدم جبال محمد. اسميت مقدم؟ جبال محمد. واه تبارك الله راه مقدم كبير راه معروف. اييه. شحال مرة شحال مرة كيدخل حتى المكناس؟ يدخل المكناس يدخل دار السلام. ياك. تيمشي للجديدة. إيوا الحمد لله، الله يسهل عليه هاد المرة عاوتاني. عاوتاني عاد حنينة. اه لحمك كيتبورش، والله إلا لحمك كيبورش. اييه. والله إلا تفرجت فيه في لونطريما لحمي بورش تبارك الله. إيوا نطلبوا من الله التيسير الجميع. إيوا نجيب التيسير. أمين. كاينين السرب ياك أبا محمد؟ أربعة السربات. أربعة السربات. أربعة المجموعات. أربعة المجموعات اللي داز فيهم الأول والثاني إن شاء الله غيمشيو للمكناس ياك؟ على الأول. على الأول؟ ها واحد. ها واحد. ونطلبوا من الله التيسير والسلامة للجميع. واحدة ولا جوج ما نقدرش نكذبوا لي دابا حنا كيقولوا ها واحدة. ما عرفتش. هو نشوف ربي إيش غيكتب. إييه. طلبوا من الله التيسير للجميع. أنا تبارك الله. على ما بغات شي باب الكلب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط مستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد،
ولم يكن له كفوا احد. آمين. يا رب العيلة شافهم طرقهم. آمين. يا رب توفقهم. آمين. يا رب تكون معهم. آمين. يا رب لا تخيب شد الجماعة. آمين. يا رب توفقهم. آمين. يا رب تعطيهم السلام. آمين. الله يعطيهم السلام. آمين. الله يعطيهم السلام. آمين. الله يسلمهم. آمين. ينجيهم. آمين. يحفظهم. آمين. يكون معهم. آمين. يا رب توقف معهم. آمين. يا رب توقف معهم. آمين. يا رب لا تخيبهم شد. آمين. يا رب تنجحهم. آمين. الحمد لله رب العالمين. سيدنا محمد الفاتح أو خاتمين صدقات أو هادي إلى صراط مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله كبني وحفيظ حفيظ أنكح وأنكح هاي الأولاد وأولاد يا أولاد دابا أبا محمد صافي دابا في المحرك إن شاء الله المحرك دابا داخل المحرك شكون حنا الله يسهل وجيب تيسير اخي داخل المحرك السي مصطفى يلا نمشيو نتفرجوا يلا على بركة الله اكبر صوش كلش عندهم اكثر بطاقه ديالهم عاملين رجعوا البطاقه خليها لاباس بخير هيا الحدث اللي طرا هذا العام وهو التتويج ديال التغريده والاعتراف بها كتراث عالمي
انساني لا مادي من طرف اليونسكو. هذا التتويج هذا شرف لينا حنا كمغاربه كاملين، وما جاش غير هكا، جا بعد واحد المجهودات كبيره اللي كانوا العديد من المتدخلين اللي وقفوا على هذا الدوسي هذا. الاول فيهم المتقدم ديالنا هو صاحب الجلاله سيدنا الله ينصرو ويؤيدو، وكاين ناس اخرين عاوتاني اللي دخلوا واللي ساهموا في الانجاح ديال هذا الملف هذا اللي بدا منذ 2016. علامه مقدميه ولي الخيل صناع تقليديين، ما نساوش كذلك الادارات اللي ساهموا في الانجاح وفي هذا الوصول لهذا التتويج هذا اللي كما قلنا بدا الملف والتحضير ديالو من 2016. هذا التتويج كما هو فخر لنا بالنسبه احنا كمغاربه، هو كذلك تكليف، لانه كيفرض علينا اننا نرجعوا للتقاليد ديالنا، نرجعوا للاصول ديال التبوريضه فيما يخص الطريقه ديال اللعب، السروجه، الكسوه، كل شيء. هذا الشيء خاصنا نرجعوا ونحافظوا على هذاك الاختلاف والتنوع اللي هو كنز وتراث ديالنا، ديال الطرق، الطريقه الخياطيه، الطريقه الكتافيه، الطريقه الزيانيه، الطريقه الشرقاويه، الناصريه، الصحراويه، الى ما غير ذلك من الطرق خاصنا نحافظوا عليه ونشدوا فيه. كما كتشوفوا الخدمه بدات شحال هذه، بدينا في 2018 وركزنا على الخيول ان المشاركه تكون من الصنف العربي البربري والبربري. كذلك بدينا كنهضروا على السلامه ديال الركاب، وبدينا كنقصوا النقاط على المكاحل اللي كيترتقوا، ذلك حمايه للفرسان وحمايه لكم، لان السلامه هي كل شيء. اضافه الى ذلك دخلنا عديد من النقاط في البروغرام، في الريغلومون، في القانون ديال المباريات، باش نحافظوا ونرجعوا لهذا التراث. وحاليا كما هذا التتويج هذا وهذا التكليف كما قلناه كيفرض علينا اننا نرجعوا للاصل، وغادي دابا حاليا كاين دراسه باش يدخلوا بعض النقاط، يدخلوا في القانون وفي التحكيم ديال المباريات، خصوصا كل ما يتعلق بالطريقه ديال اللاعب، السروجه اللي مستعملين، الملابس، الى ما غير ذلك. غادي قبل ما نختموا نقراو الفاتحه، غادي نعاود نذكركم بالطريقه ديال التنقيط اللي طرا عليها واحد الاختلاف بسيط. عندنا هي المباراه تقسم الى مرحلتين، المرحله ديال الهده والمرحله ديال الطلقات. المرحله ديال الهده كنقطعوا على التدريجه 6 ديال النقاط، على 6 ديال النقاط. الملابس كنقطعوهم على 5 ديال النقاط، السروجه على 6 ديال النقاط، الخيول على 8 ديال النقاط، فيهم 8 ديال النقاط، 4 ديال النقاط ميلود الحاله العامه، ميلود أربعة ديال النقاط على القوائم. المرحله ديال الطلقات اللي فيها 3 ديال الطلقات، 3 ديال النقاط اللي كيتنقطوا، الانطلاق على 3 ديال النقاط، اللعب 11 نقطة، والقرصة الموحدة 11 نقطة. ما نطولش عليكم، اقراوا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نتمنى لكم السلامة، إن شاء الله مباراة موفقة، ربنا عليكم. سيد المقدم الحراري مصطفى يتقدم التحية على بركة الله. من الولي هكا تخمم ما تهضر معاه هضر معاه او بدري يلا جيب لي انت والله بالصحه لا يجي كيسير ملي توصل لديك الرومبو اللي فيها جدر 100 فين عيطتي لي قبيله ديك رشين ولا طرول ديرو فرانيا ودحنيني جيب لي عليك جيب لي عليك ما غيبقى
قدم تاني سميتو عمران محمد الله يجيب السلام. تنظم سيدي تقدم جبار محمدي تقدم التحية طير بلاس كاجلة يا وليدي الله كم يجيكم يا خدام يا خدام يا الحاج محمد هو هذاك جات بلاصته اسكت مصطفى هو الاول كيفاش مسكين طاح طاح شكون هذا راه تقطع كبير شوف المليون طاح بالعود راه
صح اللي ضرب الاخر اه اللي ناوبت له ناوبت له مسكين راهو الحمد لله وقف 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 اه وقف راه الله يحفظكم اولادي الله يحفظكم وينجيكم الله يحفظكم وينجيكم سلامه يا ربي ان شاء الله الله يحفظكم كلكم سلامه ان شاء الله سلامه ان شاء الله الله يحفظكم وينجيكم هذا قاصو في وجهه خرج حداد ها نوبت له حدا ودنه الله يجيب السلامة ابا محمد امين اصحاب امين امين هو كره دابا السلام عليكم الله يسلم بيبي هيا الله يحفظكم اولادي الله يحفظكم الله يحفظكم اولادي يا بي خويا ونعرف غبره دابا دابا نعيط خفيفة يا وليدي الله يحفظكم ويجيكم ياه خدام يا خدام يا الحاج محمد هو هذاك جات بلاصتها اسكت نتائج ديال النقطة الأولى حصل على 12 نقطة ونصف ماشونس المقدم محمد عمران حصل على 13 نقطة ونصف المقدم جبان محمد حصل على 16 نقطة المقدم بشير الكريشي حصل على 16 نقطة ونصف مقيد مقيد نجيب السلامة
الله 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 فران محمد سلام يا ربي قصة ديال جبل محمد سيدي السلام يا Thank you.
الثالثة ديال جبان محمد. الثالثة والأخيرة ديال بشير القرشي، الله يجيب بالسلامة. وتحية الناس القصر واش هو اشرف هذاك عمر هذاك عمر الصحه غرباوه وكل شيء غادي بحال غرباوه بحال دوك انا بحال الحمد لله كاع والله الساعه كيعطي الشتا للجميع الخير للجميع اهلا عليك السلام خويا بخير بدريس غادي نودعوك بدريس نعم اخويا غادي نودعوك وانت كتشوف الحباب اللي كيحبونا ويسالوا علينا الله يجعل السلامة للجميع امين وتحية للناس جمال وتحية للناس جمال وتحية لواحد الحبيب ها هو جابوا لي الله توحشوا ها الخليفي ها انا صورني معاه اييه مرحبا الخليفي